سفر الرؤيا الإصحاح الثالث ابتداء من عدد 14. وأكتب إلى ملاك كنيسة اللاودكيين هذا يقوله الأمين الشاهد الأمين الصادق بداءة خليقة الله: أنا عارف أعمالك أنك لست باردا ولا حارا، ليتك كنت باردا أو حارا، هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا، أنا مزمع أن أتقيأك من فمي، لأنك تقول إني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء، ولست تعلم أنك أنت الشقي والبائس وفقير وأعمى وعريان. أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لكي تستغني، وثيابا بيضاء لكي تلبس فلا يظهر خزي عريتك، وكحل عينيك بكحل لكي تبصر. إني كل من أحبه أوبخه وأؤدبه، فكن غيورا وتب. ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي، كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. من أجمل الرسائل اللي في الكتاب المقدس وأعمقها وأشملها الرسائل السبعة اللي وردت في سفر الرؤيا، سبع رسائل وجهت: الأولى إلى أفسس، الثانية لسمرنا، الثالثة
لبرغاموس، الرابعة لسياتيرا، الخامسة لسردس، السادسة لفيلادلفيا، السبعة لأرينا. طبعا سفر الرؤيا سفر رمزي، لكن يحتوي على بعض الفصول والتعليم الروحية العميقة. الثلاث إصحاحات الأولى اللي تشمل الرسائل ديت من الأمور الروحية العميقة اللي مفيهاش رموز كتيرة تخص تفاصيل مبهمة، لكن غالبية المفسرين فسروا الرسائل دهيت، قالوا الرسائل ديت، فريق منهم قال بحسب معنى كل رسالة أو عنوانها أو الاسم بتاعها تمثل أنماط من الكنيسة في كل جيل. كل جيل ممكن يتوجه له السبع رسائل، بالإضافة أن السبع رسائل تمثل أجيال متعاقبة، يعني ممكن كل جيل يبقى فيه الرسائل كلها، لكن بتبقى كل جيل غالب عليه رسالة منهم تبقى هي اللي سايدة شوية بجانب الرسائل الأخرى. وقالوا بحسب المعنى، لو مسكنا الرسائل من الأول، الأفسس بمعنى المحبوبة، قالوا ودي تمثل الكنيسة الأولى في عصر الرسل. في قوة الإيمان وانتشاره والغيرة والحماس اللي كان موجود، فدي تمثل الكنيسة الإيه؟ المحبوبة. الرسالة الثانية سمرنا، كلمة سمرنا تعني المتألمة. ربنا يسوع المسيح ما خدعناش، من البداية قال كده، ما جئت لألك سلاما بل سيفا، مش عشان تعليمه هي اللي تدعو للسيف، ولكن من شأن هذه التعليم ان يقبلها البعض ويرفضها البعض الآخر. والرفض لا يكون بمجرد الرفض عدم القبول، ولكن في استخدام للعنف والإساءة. فعشان كده معنى سمرنا يعني المتألمة، ودي تمثل فطرة عصر الاستشهاد القوي اللي حصل في بداية المسيحية، فلا سيما في فترة الحكم الروماني قبل ما تتحول المملكة إلى المسيحية. الرسالة الثالثة برغاموس يعني المقترنة، ودي تمثل الفترة اللي الإمبراطورية دخلت المسيحية، بداية من قسطنطين الملك، واقترنت الديانة المسيحية بالحكم، فبقى في اقتران. اللي بعديها سياتيرا المسرحية، اللي هي بقى يغلب عليها المظهرية. دي رقم كام؟ أربعة. خمسة
سردس لما تدخل السلطة في الشؤون الكنسية وبقت الأمور تاخد أمور شكلية وحصل الانشقاق وفي كتير انحرفوا عن الإيمان، فسردس يعني البقية، إن الله لا يترك نفسه بلا شاهد، فحفظ الإيمان برضو أبقى له بقية. بعد كده رقم 6 فيلادلفيا، وكلمة فيلادلفيا يعني محب الإخوة أو محبة الإخوة، وكتير من المفسرين قالوا دي بيمثل العصر اللي هو فيه الصيحات والدعوات إن نحب بعضنا كلنا، كلنا واحد في المسيح، وأهم حاجة المحبة، وكل واحد بفكره، يعني الشعارات الإيه محبة الإخوة دهيت يعني. ودي يمكن برضو الكنيسة متهيألي عايشها من فترة، في مجالس عالمية بدأت تتعمل وبقى في حوارات وغيره، لكن الواقع يقول ان الناس عمالة ايه تتباعد في الإيمان أكتر ما بتتقارب، لكن في محبة في التعامل أو في يعني لطف في التعامل، وعلى المستوى الاجتماعي الإنساني مش على المستوى اللاهوتي اللي هو ده بيسمى محبة الإيه الإخوة. آخر رسالة، ودي تمثل المرحلة الأخيرة، معرفش بدأت ولا لسه، لكن احنا هنقولها ونشوف هل احنا عايشينها ولا لا، دي لسه يعني مش وقتنا دلوقتي يعني. لو ديك يعني حكم الشعب، يعني الناس زي ما بيقول الكتاب يجوا في الأيام الأخيرة يجمعون لأنفسهم معلمين مستحكة مسامعهم، عايزينهم يعلموهم حسب مزاجهم. الناس عايزة تفصل الدين يبقى حسب إيه الشعب يريد، عارفين حكاية الشعب يريد كده، يعني مطلب شعبي، المطالب الشعبية، ولابد إن الكنيسة تخضع للمطالب الإيه الشعبية. الشعب عايز كده، يبقى الكنيسة مرجعيتها يبقى إيه ما يطلبه المستمعون. اللي يجي على الهوى يبقى هو ده المعلم بتاعنا، اللي مش كده يبقى لا، اللي هو يسموه حكم الايه الشعب. طبعا ممكن كنا نفهمها اكتر الموضوع دوت لو دخلنا في شرح سفر الرؤيا من البداية رسالة رسالة، ونقدر نفهم كل حاجة كانت نقطة القوة ايه، نقطة الضعف ايه، العلاج ايه، للرسائل جميلة وعميقة. زي ما بقول لكم ممكن تمثل عصور، وده غالبية المفسرين قالوا كده، لكن ما يمنعش ان في كل جيل ممكن يكون فيه النوعية دي برضو. هندخل فيها باختصار على قد ما اقدر عشان ندي فرصة ان اجاوب لكم اسئلتكم واتفاعل معكم
فيما تريدون أن أسمعه أو تسمعه، يعني من خلال الأسئلة أو فيما تريدون أن تعرفوه، مش أن تريدوا أن تسمعوا، أن تعرفوا، يعني أنتوا هتسألوا وإحنا هنجاوبكم باللي إحنا مقتنعين به أمام الله بضمير صالح، مش ما يطلبه المستمعون، ما يطلبه في الأسئلة، أنتوا ليكوا الأسئلة وإحنا بإيه نجاوب. في الأكتب إلى ملاك كنيسة اللاودقيين. طبعا لاودقيا دي في تركيا حاليا، لكن زي ما بقول دي وضع رمزي، ملاك الكنيسة اللي هو راعي الكنيسة. يقولوا ملائكة الكنائس السبع الممسك سبعة الكواكب، يعني في فصل في لما كنا لو قرينا كله ان الملائكة دول في ايد ربنا، في ايديه، هو اللي بيقود ولاده. احيانا حتى لو الراعي ممكن ما يكونش امين، لكن عدم امانته لا تبطل امانة الله. تلاقي مثلا اما حبوا يعملوا مؤامرات عن السيد المسيح، فقيافة المشورة هو قصده بها شر، الخير ان يموت واحد ولا تهلك الامة كلها. هو بيقول مشورة عايز يخلص بيها من السيد المسيح، لكن القديس يوحنا يعلق يقول ايه، يقول لم يقل هذا من ذاته، ولكن لانه كان رئيس كهنة في تلك السنة فتنبأ. يعني حتى لو هو اتجاهه مش كويس، لكن رغما عنه ربنا استخدمه وتنبأ بما يجب ان يكون. فربنا بيخاطب الملاك او الراعي، واحيانا يمسك فكره في موضوع او اختيار معين يختاره، حتى لو ده ما بيلغيش حرية الاختيار ومسؤولية الرعاة او الملائكة، لكن في مواقف معينة الله يتدخل ويحكم الفكر، زي ما بيقول كده قلب الملك في يد الله، وإلا الدنيا تبقى سايبة. لو الملوك دول اللي بيحكموا بقراراتهم ممكن ناس تموت وناس تعيش وكده، يبقى حياة الناس ومصالحها في مهب الريح، يبقى الدنيا بقى ماشية ازاي؟ لا، خلي بالكوا الدنيا مش ماشية كده، لا، محكومة برضو، ربنا حاكم الايه؟ يقول الممسك سبعة الكواكب بيمينه اللي هم الملائكة. فهو بيوجه لهم رسائل، بيدي مساحة للحرية لكل مسؤول، لكن في لحدود معينة ويضبط الإيقاع، اللي هو الحدود صالح أو رعاية ولاده، لأنه هو الراعي الأعظم. يخاطبه بيقول إيه؟ هذا يقوله الأمين. في كل مرة يوصف نفسه بحاجة، في الرسالة دي قال الأمين، والأمين هنا بمعنى الحق، لأن هو نفسه قال أنا هو الطريق والحق والحياة. هنا اللي هيتكلم الحق، مش ما يطلبه او يعني او حسب الهوى، لا، اللي هيكلمك الحق بقى هو اللي ايه اللي يتكلم. الشاهد الامين الصادق،
الشاهد أو الشهيد، الصادق، ودي كلها سمات لربنا يسوع المسيح اللي هو شهد لمحبته لينا ليست موضع شك، لأنه ليس حب أعظم من هذا أن يبذل أحد نفسه عن أحبائه. فهو محب البشر بالحق وبالبرهان، الشاهد الأمين الصادق. لأن أحيانا الكذب ينتشر وصوته يعلى، لكن الصدق يبقى. هو يوصف الشيطان كذاب وأبو الإيه؟ أبو الكذاب، لأن كل كذب مهما كانت أسبابه مش من الله. فيبقى إذن سمة غلبة وأساسية إن هو الصادق، بداءة خليقة الله. وهنا كلمة بداءة بمعنى في اللغة القبطية أرشي، رئيس خليقة الله أو علة خليقة الله، زي ما بنقول كده. ما نقول رأس الحكمة يعني علة الحكمة، سبب الحكمة، مخافة الله. فهو أنا رأس خليقة الله لأنها به كل شيء كان، وبغيره لم يكن شيء مما إيه؟ مما كان. هو علة الخليقة. وكلمة رأس أيضا تعني رأس الجسد، لأن هو رئيس الإيمان ومكلمه ومكمله. الناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله الرب يسوع. فإذا كان المؤمنين جسد، كنيسة جسد واحد، رأس هذا الجسد هو مين؟ المسيح له المجد. والرأس دايما مسؤول عن باقي الجسد. تخيلوا كده الواحد في أي عضو أو أي جزء تعبان، مين اللي يهتم بيه أكتر؟ الرأس. وتحرك باقي الأعضاء لتضميد وعلاج هذا العضو. فإذا كان المسيح رأس هذا الجسد، فبديهي أن جسده لازم يكون كل أعضائه أصحاء. أنا عارف أعمالك. كلمة أنا عارف دي لما ربنا يسوع المسيح يقولها ممكن نقف عندها كتير قوي 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 قوي. لأن المعرفة بالنسبة له غير معرفتنا إحنا. في ناس تعرف تبقى معرفة مكتسبة بالقراءة، حد يقول له حاجة. في معرفة مفاضة زي الأنبياء أو غيره، يوحى إليهم الروح القدس يعلمكم بكل شيء. لكن المعرفة الذاتية دي يسموها اللدنية، فمعرفة مطلقة. لما يقول عارف يبقى عارف كل شيء. ده ممكن يعرف ما ليس نعرفه،
انتوا عارفين احيانا الواحد ممكن يخدع نفسه بنفسه ويبقى مخدوع من نفسه، لكن امام الله محدش يقدر يخدعه. ممكن نخدع غيرنا، نخدع بعض، ممكن ننقل لغيرنا معلومات تخلي معرفته ماشية في اتجاه معين. ده كله ينفع مع البشر، لكن لما يقول أنا عارف أعمالك يعني أنا مكشوف قدامه تماما تماما تماما، معرفة مطلقة، مفيش حاجة خفية عليه، معرفة أكتر مما نعرف أنفسنا. عشان كده يجب الإنصات ليه تماما وجيدا، لأن نثق إن معرفته تفوق كل معرفة. مش عارفنا وبس، عارف ماضينا وعارف حاضرنا وعارف مستقبلنا أيضا، عارفنا وعارف الظروف اللي حوالينا، عارفنا وعارف تغير الأحوال اللي موجودة بتحيط بينا. فشيء بيطمننا، مش محتاج من جمال فضيلة الإنصات لما حد يجي يكلم حد وينصت له ويريح، وبيعتبر جزء من العلاج النفسي ان الواحد يشعر اللي قدامه فهمه، فبيديله فرصه ان يبقى مهيئ انه يسمع بقى منه نصيحته. فبيقول انا عارف اعمالك، فانا مكشوف قدامه وفي نفس الوقت انا مرتاح ومطمئن، لأنه هو مبرهن اللي يحبه إنه بيحبني وعايز خلاصي. فمهما هيقول لي أكيد كلامه ده هيبقى مفيد ليا، لأنه عارفني أكتر مما أعرف نفسي، وفي نفس الوقت قادر على كل شيء ويريد خلاصي. ربنا بيوجه بقى حديثه لملاك الكنيسة اللي يمثل حال الكنيسة في هذا الوقت أو هذه الحالة. يقول أنا عارف أعمالك أنك لست باردا ولا حارا، ليتك كنت باردا أو حارا، هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا، أنا مزمع أن أتقيأك من فمي. إذن في ممكن يبقى فاتر الإنسان أو حار أو بارد، يبقى بارد فاتر حار. الغريبة إن أكتر حاجة مرفوضة من الله إنه فاتر، يقول له ليتك كنت فاترا باردا سوري أو حارا، لأن البارد عارف نفسه ضعفه. أنا كل ضعف، أنا عايش وبعاني من ضعفات كتيرة وعايش فيها، وعايش في برود ومدرك إن أنا عايش في الإيه؟ في هذا البرود. الحار اللي هو بيجاهد، شعر بالاحتياج لنعمة ربنا فبيجاهد عشان يقتني الفضيلة بحرارة.
الفاتر لم حصل لكده ولا كده، يتهيأ له أنه هو كويس وهو في أشد الاحتياج. عشان كده الآباء الروحيين يقولوا شفنا كثيرين باردين أصبحوا حارين، لكن فما شفناش فاترين أصبحوا إيه؟ حارين. يعني لما نيجي للمرأة الخاطئة باردة لكن أصبحت حارة قديسة، أما نيجي للص اليمين يقر يقول له أما تخاف الله، إحنا بعدل جزيمة، إحنا نستاهل اللي جاري لنا دوت. يعني ما بيقولش أنا كويس، ما بيبررش نفسه. فاستحق بإدراكه هذا أن ينتقل للحرارة، وقال الوعد اليوم تكون معي في الفردوس. من أكبر الأمثلة لذلك مثل الفريسي والعشار. الفريسي دخل أشكرك يا رب لأني أعشر كل أموالي، أصوم لك مش عارف إيه وأعمل إيه، عمال يتغنى بما يعتقد إنه فضائل. العشار بارد خالص، كان باردا ومدرك هذا، فدخل كل اللي قاله اللهم ارحمني أنا الخاطي. الفريسي ما اكتفاش انه يبرر نفسه، لا ده كمان تعدى هذا الخطوط وقال ولست مثل ذلك العشار. ولست مثل ذلك، يعني شوف انا بقى، شوف الفرق بيني وبينه، شوف هو ايه وانا ايه. فيقول ربنا يسوع المسيح ان العشار خرج مبررا دون ذاك. من اخطر حال الامور ان الانسان يبقى لا شيء ويتهيأله انه شيء، يبقى لا شيء ويتهيأله انه شيء. هنكملها هنا، بيفسرها الحته دهي، لانك تقول اني غني وقد استغنيت، مفيش حد افضل منه. هو ابو العريف مش مدي فرصة لحد، هو اللي يتكلم وهو اللي عايز يقول وهو اللي ينصح، هو اللي عارف الصح من الغلط، هو اللي يوجه الآخرين أصغر وأكبر منه، لأن هو صاحب معرفة وشايف نفسه أن محدش يعني إيه يعرف زيه. أنا غني واستغنيت ولا حاجة لي إلى شيء، مش محتاج يجاهد، مش محتاج يتوب، مش محتاج يسمع نصيحة، مش محتاج يتعلم. ولا حاجة لي إلى شيء، ولست تعلم أنك أنت الشقي والبائس وفقير وأعمى وعريان. هنا خلي بالكو، ربنا يسوع المسيح في الأول بيقول أنا عارف أعمالك، وهنا بقى بيجيبه بيواجهه بنفسه. أنت فاكر أنك غني واستغنيت ولا حاجة تلك بشيء وأنك يعني كل حاجة، ده أنت ما تعرفش نفسك حتى، انت شقي وبائس وفقير واعمى وعريان. اشير عليك، لكن بيديله العلاج وينصحه هنا بقى.
ودي نصيحة ربنا لولاده في كل جيل، سواء في كل جيل أو للجيل اللي هو ممكن تنطبق عليه الرسالة دهيت. أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لكي تستغني. تشتري مني ذهبا مصفى بالنار. أكتر حاجة ربنا بيدهلنا محبته اللي هو الحب البازل المتألم المصفى بالنار. نشعر باحتياجنا ليه. ولما نشعر باحتياجنا هنشعر باحتياجنا لحاجات كتير على المستوى الروحي والإنساني. ده في ولاد مع أهاليهم وآبائهم وأمهاتهم يستخفوا بيهم، ولكن يقول أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار. تفتكروا معلومة خدوها من النت ولا من مجلة ولا من إشاعة منتشرة ولا ولا ولا؟ دي بقت معرفة حقيقية. وما يعرفش ان خبرة ابوه وامه اللي في نظره بسطاء دي خبرة تمحصت بتجارب ومدفوع ثمنها، خبرة الحياة وتجاربها وألمها. تعرفين احيانا كل مجتمع تلاقوا فيه حكم وأمثلة كده، تلاقي فيها خلاصة تجارب. إزاي وصلوا لديت؟ من خلال الخبرة، دفعوا ثمن. عشان كده الإنسان في كبره الإنسان بالذات تزداد قيمته. ممكن ما يبقاش قادر يتحرك ويعمل زي زمان. الصحة ما بتبقاش زي الأول، ولا الحيوية تبقى زي الأول، لكن له قيمة بتزيد لأنه إنسان عاقل يستطيع أن يختزن الخبرات. فبص تلاقي ممكن وهو قاعد كده مش قادر يتحرك يدي مشورة ورأي مبني على خبرات سنين يكون فيه الحل. كنا في مشكلة هندسية بس مش هذكر أسماء، قلنا نحتكم لمين؟ شخصية مرموقة كبير في السن قوي، لكن على مستوى مصر كلها لو قال رأي على أعلى المستويات يسمعوه ينفذوه، يعتبر مرجع. فقلنا نحتكم لفلان. رحت حضرت اللقاء، يتكلم بالعافية كلهم ستاف جامعة، كل واحد يقول رأيه كذا 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 كذا، وفي الآخر يقول أنا شايف إن الوضع يكون كذا كذا كذا. كلام مقتضب قصير لكن جاب لنا الإيه؟ الخلاصة. ينطبق عليه ذهب مصفى بالنار بقيمته. الذهب تلاقي حتة قد كده لكن أغلى من أكوام حاجات تانية ملهاش تمن. وكل ما يكون مصفى بالنار أكتر درجة نقائه بتزيد، قيمته بتزيد.
فاللي بيقول أنا غني واستغنيت يقول له لا ده أنت محتاج كتير قوي. أول حاجة تجيلي أنا اللي هو غني وافتقر لأجلنا، أخلى ذاته، محتاجين ناخد منه، من معرفته، من مواهبه، من محبته، زاد يدينا قوة دفعة في حياتنا الروحية والعامة. ولما يبقى فينا هذه الروح وهذا العمق هنكون مهيئين ان نستفيد من كل من حولنا بروح الاتضاع. دايما اللي يتضع تبص تلاقيه يتملي، لكن لو اناء ارتفع كده يفضل فاضي ويفضل. فنستفيد بخبرات من حولنا، ولا سيما اللي هم بيحبونا ونثق فيهم وفي خبراتهم. أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لكي تستغني، وثيابا بيضاء لكي تلبس فلا يظهر خزي عريتك. ممكن الواحد يبقى ثيابه ملوثة ومش جريان، ده ممكن يبقى عريان في الأصل، لكن طول ما هو عايش في الضلمة ما يشعرش انه عريان، ولا هدومه مش نظيفة. لكن بمجرد ما هيقرب من النور الحقيقي هيكتشف ان محتاج يغير هدومه، يلبس هدوم بيضة نظيفة. يكتشف انه عريان، محتاج يتكسي. بعد ما كان صوته عالي متجبر عمال يتكلم في الظلام وبس، ويتهيأ له انه يعني غني واستغنى وانه افضل من كده مفيش، فيبدأ يكتشف نفسه على حقيقتها. ولما يكتشف وضعه يقدر يشعر باحتياجه ويطلبه من اللي عنده ويعطي بسخاء وبحب. ربنا يسوع المسيح له المجد. أولا لأن هي دي تخلي الرؤية واضحة قدامي، سراج لرجلي كلامك ونور لسبلي أو لسبيلي. بنورك يا رب نعين النور. محتاجين أولا لتسكن فيكم كلمة الله بغنى. يقول لك منذ الطفولية تعرف الكتب التي تحكمك للخلاص، بتنور عليك، بتوريك الطريق فين. دي الكحل. قد يكون الكحل أيضا هو إعطاء فرصة للروح القدس جوانا يقول لا تطفئوا الروح، لا تحزنوا الروح، ان الروح القدس نفسه هو اللي بينور لنا ويكشف لنا الطريق. نحن لا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. الروح يبكت على بر، ويبكت على دينونة، ويبكت على خطية. فدايما كده الروح القدس بينور لنا. ده لا يستطيع احد ان يقول المسيح رب الا بالروح القدس. فالكحل قد يكون كلمة الله، وقد يكون اعطاء فرصة لما نعمل ندي فرصة للروح القدس يعمل فينا ويشرك في داخلنا ويفتح بصيرتنا. إني كل من أحبه أؤدبه، أوبخه وأؤدبه.
فكن غيورا وتب. في ناس تكره اللي يوبخها أو يأدبها. سفر الأسفار الحاكم يقول وبخ الجاهل يمقتك، وبخ الحكيم يحبك. لكن أحيانا إحنا بجهلنا وبغباوتنا ياما بنتعب اللي بيحبونا. يبقى أهالينا أو معلمينا قلبهم علينا وعايزيننا أحسن الناس كلها، بدل ما نشكرهم ممكن نهاجمهم ونوبخهم ونتعبهم. ده في ناس ممكن تقوم على والديها وعلى معلميها بسبب إن قلبهم عليهم. بيبقى غباوة وعمى بصيرة. عشان كده بتوع الحكم بتوع الزمان اللي بنقول عليها اللي عندهم الذهب المصفى دول طلعوا لنا شوية أمثال حلوة. من ضمن الحاجات الحلوة اللي يقولوها في حاجات زي كده يقولوا ايه؟ يا بختي بمن بكاني وبكى علي، ولا من ضحكني وضحك الناس علي. يا بختي بمن بكاني وبكى علي. فتفتكروا اي اب كده ما يمسك ابنه يشخط فيه ينتهر ويضربه عشان يبقى كويس، يبقى الولد ولا البنت دول مش عارفين مصلحتهم ولا عايزين يذاكروا ولا عايزين يمشوا كويس. والأب غلبنا فيهم، لا كلام نافع ولا ضرب نافع، وبالعكس يبذلوا جهد ويتعبوا وفي المقابل يلاقوا مقابل جحود وتطاول، وبالغباوة يفهموا غلط. ده أبويا بيكرهني، ده معلمي بيسيء إلي وبيضطهدني أو بيعمل كده، بدل ما يستفيد. فهنا بيقول بالعكس علامة الحب يقول لك تأديبا أدبني الرب. ده أحيانا الواحد المرتل يطلب التأديب يقول له إيه؟ قبليني يا رب وجربني، عشان يتنقى. فبص تلاقي يفرح بإن يلاقي شخص قلبه عليه. ده مرة في واحدة تقول لي إيه؟ مفيش حد بيرجعها. تقول لي نفسي حد يقول لي لأ ما تعمليش كده. بتحسد اللي ليهم ناس أو أهل بيرجعوهم. نفسي حد يقول لي ايه؟ لا عيب كده، ما يصحش كده. فدي علامة الحب، الذي احبه من احبه، اني كل من احبه اوبخه واؤدبه. فبيأكد لنا، عشان لما بيقول الكلام اللي فات ده كله قبل ما نقوله هو بيكلمنا كده ليه؟ لا ده كلام حب، عشان عايزنا نبقى كويسين. فكن غيورا وتب، استفيد. صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي.
ربنا بيخاطبنا كتير بأصوات كتيرة وطرق كتيرة، في عظات، في أحداث، في ظروف، وينبهنا باللطف طارة وبالشدة مرة أخرى. في ناس تستفيد وتتوب زي أهل نينوى، أما قال لهم توبوا إلا ربنا، تابوا وربنا نجاهم. في ناس رغم كده يقولك ولم يتوبوا، زي يوسف سفر رؤيا، ولم إيه؟ ولم يتوبوا، لكن بيبقى ربنا عادل، حكمه يبقى عادل في الآخر. يقولك زي ما عمل مع أورشليم، قال يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليه، كم من مرة أردت أن أجمع بنيك كما تجمع الدجاجة في رخاتها ولم تريدوا، ولم تريدوا، فوزى بيتكم يترك لكم خرابا. لأن الخراب بمجرد ما هو هيرفع إيده عنهم خراب هيجي، لأن هو يقرع لكن لا يجبرنا على شيء، لا يفرض نفسه على حياتنا. عشان كده في ناس أحيانا تجيب العيب على ربنا في الآخر، هو لو بيحبنا ليه بيخلي ناس تهلك؟ ليه ناس ما تروحش السماء؟ ليه ناس ما تروحش الملكوت؟ ليه ناس؟ وكأن الغلط على مين؟ ما فكر الإلحاد نفسه، يعني بدل ما يفوق الإنسان ويقول طب ما أنا تعدل، لا ده مين اللي غلطان كمان؟ ربنا. طب ما بيقول لك تعالى أنت اللي مش عايز تيجي هياخدك بالعافية، ولا عشان كرمك بالحرية ادانا حرية، الحرية دي كرامة. فهنا بيقول إن سمع أحد صوتي وفتح الباب، هو واقف تعبان وعمال يقرع، إن فتح أحد، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه هو معي. ده مش كده وبس، ده حتى كل الوحشة اللي كان فيها طالما انتصر عليها، يقول من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي. يعني هيبقى معاه في عز مجده، يعني هو عشان ترك عرشه وجه اتولد في مزود واتألم واتهان واتصلب وكبر من أجلنا، لكن في المقابل لو احنا سمعنا صوته بس من غير ما ندفع حاجة لصالحنا هيفيد علينا بالبركات، وفي الآخر يكون لنا مجد في عرشه السماوي. كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشي، إن هو غلب لينا، ادانا الطريقة، طريقة الغلبة تكون ازاي. احنا النهاردة داخلين على حد التجربة، فهو ادانا ازاي الطريقة اللي ننتصر بيها، رسم لنا الطريق عايز تغلب ازاي اهو. بس مواضيع كتيرة لو فتحت فيها مش هخلص، بس يعني ايه بحاول أكون مقتصد. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. من له أذن فليسمع. أوقات يقول أذنان، في مرات قال أذنان، من له أذنان فليسمع، وفي هنا بيقول من له أذن.
ايه الفرق بينهم؟ مش هقول لكم المره دي يعني، لكن ربنا يدينا ان يكون لينا اذان ونسمع صوته ونميزه لاجل خلاصنا.